يسعد مساكم متابعيني متابعين قناتي أكلات وحلويات منوعة من مطبخي أشواق. أتمنى تكونون كلكم بخير وتستفادون من الأشياء اللي دا أنزلها والطبخات، وأتمنى إنه تكتبون تعليقاتكم، وإذا أي شيء تحبون نغير بالقناة أو تحبون أكلات مفضلة تحبون نعملها، أتمنى تنطوني رأيكم. اليوم حبيت أنطيكم فكرة عن كيفية تخزين الخيار مدة طويلة في الثلاجة. راح نغسل الخيار بالماء والخل، وبعدها راح ننشفه جيدا من الماء، وبعدها نجلب حافظة، أي حافظة تكون عندكم موجودة بالبيت، مع قطع من الكلينس الرولات الكبار. نضع أول رولة بالأسفل، أول قطعة من الكلينس بالأسفل. لحظة شلون راح نرتبها. نخلي الخيار بداخلها، لازم ما يكون بي أي رطوبة، وهاي الطريقة طبعا تطول عندي مدة أسبوع وعشرة أيام بدون ما يتعفن الخيار، وتقدرون تستخدموه بكل الأشياء ويبقى عندكم. مرات يطول عندي أني أسبوعين، فحبيت أشارككم بها هاي الطريقة، واتمنى تستفادون من عدها وتدعوا لي، ولا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأهم شيء عندي تعليقاتكم اللي هي مهمة، وشكرا لمشاركتكم.